بعض أهداف مقابل لا شيء محمد توزالين. أول الأهداف جاء بعد هذه الركنية من تنفيذ زيري بلال يردها مخلوف حارس مولودية قسم طينة تجد رجل المدافع العربي يسكنها في شباك مسجلا الهدف الأول كان ذلك في الدقيقة 7. توغل بورحلي داخل منطقة العمليات يعرقل الحكم سيد حيمودي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء ينفذها بنجاح ويشاوي مسجلا الهدف الثاني في شباك مولودية قسنطينة. يلعب بالدقيقة 32 بورحلي في مراوغة أخرى يعرقل مرة ثانية الحكم حيمودي يعلن عن ضربة جزاء ينفذها هذه المرة نفس اللاعب بورحلي مسجلا الهدف الثالث لاتحاد الجزائر والثاني له منذ بداية البطولة 3-0 لاتحاد الجزائر في الشوط